يقول: أثناء حجي هذا العام وبعد عرفة ذهبت إلى المزدلفة فبت بها، ولكن نسيت أن أذهب إلى المشعر الحرام، فهل علي إثم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ وإذا كان كذلك فما هي الكفارة؟ ليس عليك إثم إذا بت في مزدلفة في أي مكان منه، ولا ضرر عليك إذا لم تذهب إلى المشعر الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المشعر الحرام وقال: وقفت ها هنا ودمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة كلها موقف، فأي مكان وقفت فيه وبت فيه فإنه يجزئك. والذي يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ويحمل مشقة من أجل وصوله إلى المشعر، بل يقف في مكانه الذي هو فيه إذا صلى الفجر فيدعو الله عز وجل إلى أن يسر جدا ثم يدفع إلى منه. نعم.